قال عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. من الفوائد أن الله عز وجل حكم على هؤلاء الكافرين بأنهم لا يؤمنون ولا ينتفعون أبدا. سبحان الله، ألم يؤمن كفار فيما سبق؟ بلى. إذن هذه الآية ما حالها؟ هل هي في جميع الكفار أم في كفار مخصوصين؟ بعض العلماء يقول هؤلاء كفار مخصوصون سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنوا فأخبر عنهم. الصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الآية عامة في كل زمن وفي كل مكان، أن من اتصف بهذه الصفة وهي صفة الكفر الذي بلغ منتهاه وأغلق قلبه وفؤاده فإنه في مثل هذه الحال لا ينتفع بالموعظة، وبالتالي على الإنسان أن يتعهد قلبه. لما؟ لأن المعاصي بريد الكفر، وقبل الكفر البدع. إذن هذه الآية الشاملة لكل من اتصف بهذا الوصف في أي زمن وفي أي مكان. ونظيره ما جاء في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فإن هذه نظير هذه من أنها شاملة لكل زمن وفي كل مكان.